أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مر معنا بأن المؤمن لا يلجأ إلى اللعن مطلقا إلا إذا كان هناك من يستحق اللعن، فما هي يقول أحسن الله إليكم فما هي الحالات التي يسمح بها للعن؟ على سبب، إذا كان هناك سبب يقتضي اللعن، مثل لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا له سبب، لعن له سبب. لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، إذا ذكر السبب جاز اللعن، أما بدون سبب فلا يجوز هذا. نعم.